السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. فروج محمد صالح، مهندس دولة في الإلكترونيك. نحن هنا في ورشة أو في المركز الوطني للتركيب والعتاد، أين تتواجد ورشة التركيب لأجهزة الرصد الجوي في إطار عصرنة مختلف الأجهزة والعتاد الذي تبنته إدارة المؤسسة ومن خلالها أو على رأسها المدير العام للمؤسسة. بدأنا في عصرنة مختلف الأجهزة والعتاد هنا بالمركز الوطني للعتاد والتركيب، وكانت هذه العصرنة على مرحلتين. المرحلة الأولى وهي جلب أو شراء معدات وأجهزة رقمية متطورة، والمرحلة الثانية تحولت سياسة المؤسسة إلى إنتاج وحدات أو ما يمكن إنتاجه هنا على المستوى المحلي، وذلك لتخفيض تكلفة العملة الصعبة التي أثقلت عبء الدولة الجزائرية بطبيعة الحال. ثانيا كسب الثقة في المهارات التي توجد عند مختلف العناصر هنا على المستوى المحلي، وهذه المهارات كسبت من خلال التكوينات المستمرة التي قامت بها إدارة المؤسسة لمختلف العناصر الموجودة الآن في الورشة. وبالتالي وصلنا إلى مرحلة متقدمة، وأصبحنا ننتج محطات آلية مصغرة وتعويض مختلف الأجهزة الكلاسيكية الموجودة في مختلف المحطات الموجودة على مستوى التراب الوطني.